سيكون ملعب 5 جويليا بالعاصمة الجزائر مساء الجمعة مسرحا لقمة كروية واعدة ومثيرة ضمن مباريات الجولة 11 من الدورية الجزائري لكرة القدم تجمع الغريمين اتحاد الجزائر والجار مولودية الجزائر. الديربي العاصمي الخاطف للأنظار كما يعتبره عشاق الناديين، نقاطه سترتفع في المزاد، البحث عن الفوز قاسم مشترك بينهما. حمى المباراة ارتفعت قبل أيام من انطلاقها أمام استعداد الجماهير لغزو ملعب 5 جويلية الشاهد على ملاحم الناديين العاصميين وتزيين مدرجاته بلوحات فنية جميلة عودتنا عليها في كل الدربيات. مولودية الجزائر تسعى لمواصلة نشوة الانتصارات بعد موسم مميز شهد عودة العميد لصدارة البطولة الجزائرية منذ سنوات بفضل نجوم وأسماء لامعة بصمت على بداية موسم استثنائي مستهدفة الفوز بالديربي لمواصلة صدارتها. في المقابل يسعى الاتحاد بطل كأس الكاف والسوبر الإفريقي والمنتشي بالتأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية إلى تضميد جراحه في البطولة المحلية بنقاط الديربي والعودة إلى سكة الانتصارات ومصالحة الأنصار. الروح الرياضية العالية والأجواء الفريدة التي تسبق الديربي تجعل من المباراة واجهة وعرسا كرويا تعيشه شوارع العاصمة الجزائر تستعاد من خلاله نكهات الديربي والأجواء الحماسية التي يعشقها أنصار الكرة في الجزائر.